حديث يونس 5 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو غلامه مشطوح، إذ غينا ياس يا غلام كل شيء سيتمزي، احفظ الله يحفظك. في موقف آخر إناس يا غلام سمي الله، ينيد بسم الله، بسم الله كي محسوب خفيف خفيف في قاد المؤمنين، ونثن الفراز الضيف الناس هذه يشي الماكلة القوت كلها بسم الله كي ملعب ذي سعان الإيمان كل حاجة بسم الله. هذه روح هذه ثبوت بخا بسم الله، هذه فغ بسم الله، هذه سكرتوما بسم الله، هذه ديمارس بخا بسم الله، كل شيء بسم الله، هذه تشل قوت بسم الله، هذه سوامان بسم الله، دائما بسم الله والحمد لله. الناس يا غلام يحفظ الله يحفظك، ما معنى يحفظ الله؟ معناه امتثل لأوامره. يفتك ربي أمر تبقي فيه، نهاك عن أمر انتهي انتهي، يعني ابتعد عن ذلك. نغ المعنى العام يحفظ حدود الله، لن تليسا يدفك ربي سبحانه فنادم إيلاق هذه قدر في لساني وريد ساعة ديارة الظرف يدي خدم ربي ذي قبيلة قارن الظرف يوحذيق، الظرف يوحذيق. إن يحفظ الله يحفظك، يحفظ تجدد جاهك، ما تبقى الأمر كي ما تفضى ربي غير ثماك، من وجد الله فماذا فقد كما قال ابن عطاء الله. وإذا سألت فاسأل الله، ما السطر السطر ربي، ربي ناد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فتفيد التعقيب والفورية. السطر ربي فغات السطر السطر ربي سبحانه. من غير ناس المؤمن ادعو ربي في كذا وكذا، هذا يجوز، ماشي بلاد ما يروح سي زكوان غادي يروح المقامات. الحديث واضح، الإنسان الذي استثر ربي سبحانه فقط. وإذا خطر ربي سبحانه الخزيني كسعة أركفونت أرحفونت أرفنونت خزائن، يعني خزائن والله لا تنفذ، بس قدر ذاكو في ما نستثر تصل غير يكفو أركفو أرحفو أرفنو. وإذا استعنت فاستعن بالله، حديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، الحديث رقم 2516. ذا شو المعنى الاستعانة تكون بالله؟ ممكن نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. وكان كتاب لابن القيم رحمه الله كتاب عظيم جدا في مدارج السالكين، أنصحكم بقراءة كتاب مدارج السالكين.